سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. اللهم صل على محمد صلى الله عليه. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وظهرنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. صلاة التراويح من قيام شهر رمضان أثابكم الله. صليت لا تتبعوا ركعتي. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
فضلا من الله ونعمة ومغفرة ورحمة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزورنا ومولانا محمد صلى الله وسلم عليه. بدر المنير محمد صلى الله عليه. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
سبحان الملك المعبود سبحان الملك الموجود سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت ولا يموت أبدا سبحان قدوس ربنا ورب الملائكة والروح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد صلى الله وسلم عليه اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله وسلم عليه اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وظهرنا ومولانا محمد صلى الله وسلم عليه الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من شقتك والنار اللهم إنك عفو كريم حبنا عفو فاعف عنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويبطلون في الأرض ويبذلون بالأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا وأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواه سبع سماوات وهو بكل شيء عليم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Thank you.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. فضل الله ونعمة ومغفرة ورحمة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الملك والحمد يحيي ويميته على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد صلى الله وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وظهورنا ومولانا محمد صلى الله وسلم عليه. البشر المنير محمد الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله. سبحان الملك المعبود، سبحان الملك الموجود، سبحان المدح الذي لا ينام ولا يموت ولا يفوت أبدا. سبحان قدوس ربنا ورب الملائكة والروح. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وظهورنا ومولانا محمد صلى الله وسلم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا بالإيمان كاملين ولفرائضك مؤدين وللصلاة حافظين وللزكاة فاعلين ولما يهدك طالبين ولعفوك راجين وبالهدى متمسكين وعن اللغو معرضين وفي الدنيا زاهدين وفي الآخرة راغبين وبالقضاء راضين بنعمه الشافي وعن البلايا صابرين وتحت لواء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة سائمين وإلى الحوض واغني وفي السعداء المقبول ولا تجعلنا اللهم من الأشقياء المقدورين. إلهنا عافنا واعف عنا واغفر اللهم لنا ولوالدنا ولأمهاتنا ولأخواننا ولأخواتنا ولأهلنا ولأهل بيتنا ولأجدادنا ولجدادنا ولمشايخنا ولمعلمينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. واكتب اللهم السلامة والعافية علينا وعلى أمرك الحجاج والغزاة والزوار المسافرين والمقيمين في البرك وبحرك وجوّر من المسلمين وقنا شر الظالمين وانصرنا على القوم الكافرين. يا مجيب السائلين واختم لنا يا ربنا جنة داخلين وعلى ثغرة القرامة قاعدين وبحور عين متزوجين ومن صندة واستبرق وديباج متلبسين ومن طعام الجنة آكلين ومن لبن وعسل مصفين شاربين بأكواب وأبارق وكأس من معي مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم اجعلنا في هذه الليلة الشهر الشريفة المباركة من علينا وعلى عبدك الحجاج والغزاة والزوار والمسافر والمقيمين ببرك وبحرك وجوك من المسلمين وكنا شر الظالمين وانصرنا على القوم الكافرين. يا مجيب السائلين واغفر لنا يا ربنا منك بخير يا ارحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.